أهلا بكم من جديد في الفترة المسائية. طبعا أول محاضرة في قاعة بي إن شاء الله حتكون مع أخونا أستاذ طراد باهبري، طالب بكالوريوس في علم الكمبيوتر في جامعة سايمون فريزر. سيقدم إن شاء الله تجربته الشخصية في تعلم اللغة مع بعض الأخطاء التي قد يرتكبها البعض منا في تعلم اللغة، فأترك له المجال. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي، معكم اخوكم طراد باهبري. اليوم ان شاء الله راح اقدم لكم محاضرة مهارات اللغة. في هذه المرحلة من الابتعاث ما شاء الله تبارك الله كثرة الاجتهادات، وكثير من الاخوان سبقوني بعض الافكار والاساليب الفعالة بحيث انهم كيف يحسن مستوى الطالب في مرحلة اللغة وكيف يقدر يتجاوزها. لكن ما هدف محاضرتي اللي بوصل الفكرة هي المهارات الاساسية اللي تنبني عليها جميع المجهودات وجميع الطرق الاخرى، يعني يكون الاساس قوي بحيث اذا كان في هناك اجتهاد وإذا كان في أساليب جديدة تكون فعالة، بحيث إنه كثير مننا مرحلة اللغة يعني ما شاء الله يذاكر ويجتهد لكن ما بيوصل، يعني كثير مننا يجتهد لكن الاجتهاد لازم يكون بطريقة صحيحة أيضا كي نصل لنتيجة فعالة. بسم الله الرحمن نبدأ. سأبدأ إن شاء الله المحاضرة بسؤال بسيط للجميع. من هنا قد جرب أسلوب أو تقنية في تعلم اللغة بغض النظر كانت فعالة أو غير فعالة، يمكن يشاركنا فيها؟ ما في اسلوب عام بغض النظر، يعني انت يعني ذاكرت انجليزي، وش الطرق اللي استخدمتها عشان تذاكر بغض النظر اذا استفدت منها او اذا كان في هناك طرق ما استفدت منها برضو هذا مهم لازم نعرفه. فممكن بس الله يهينكم اللي بيجاوب المايك، في مايك ورا مايك قدام بس عشان يوصل الصوت للجميع. سؤال: من هنا قد جرب طريقة أو أسلوب تعلم اللغة بغض النظر إذا كانت الطريقة فعالة أو غير فعالة ممكن يشاركنا فيها؟ أوكي. كنت أقرأ كتب مرة كثير عشان أوسع الفوكابولاري حقي. القراءة يعني يتكون جزء كبير من اللغة، لأنه إحنا كشعب يعني في حضارتنا صحنا نحث على القراءة لكن لازم ما نقرأ كثير. فطبعاً هذا المحاضرة هذا القاعدة راح يتم شرحها من هذه المحاضرة إن شاء الله. تفضل. بالضبط. هذا يعني خير الأمور أوصلها، يعني ممتاز إذا كنت منظم بزيادة، لكن إذا كنت منظم بس ما تقدر توصل الفكرة ما في أي فايدة. فلازم يكون عندك نوع من البالانس اللي هي التوازن بين الاثنين، كيف تقدر تنظم أفكارك وبرضه يكون عندك فوكابل كويس كيف توصل هذا الفكرة. فكلامك جدا صحيح، لأن نشوف معاهد أو معاهد اللغة أو المراكز إنه العرب بصفة عامة ممتازين في التحدث، يعني يتكلمون بشكل سلس جدا ما عندهم مشاكل وتحسن وتزايد. لكن نشوف الصينيين اللي هم يكون دائما اغلبهم في المستويات العاليه في المعهد ما يقدر يكمل المحاضره كامله بشكل صحيح. لكن قسم المحاضره لثلاث اقسام: رساله قصيره للقادمون، الشباب ان شاء الله اللي يعرف احد ناوي يبتعث او الشباب اللي جايين ان شاء الله الابتعاث، هذا القسم الاول رساله سريعه ومن اهم الاشياء اللي هي تبدا من الاساس الصحيح. بعدين المبتدئين في اللغه اللي هم النسبة الأكبر من المبتعثين، وهذه راح تأخذ الحصة الأكبر في المحاضرة إن شاء الله. بعدين نوصل لمرحلة التأهيل الجامعي اللي هي المرحلة اللي تكون أدفانس ولا أبر إنترميديت، الشباب اللي يكونوا جاهزين خلاص الآن همهم الأكبر كيف أعد الآيلتس وكيف أقدر أجيب المتطلبات الجامعية. بالنسبة للقادمين رسالة جدا مهمة، كثير من الشباب الفكر أو الشباب والبنات إنه خلاص إذا جاء قرار الابتعاث حاط في مخيلته اني راح اوصل لهذا المكان السحري اللي مجرد ما اني اوصل في بلده اجنبيه راح اتعلم اللغه بطريقه سلسه وما حلاقي اي مشاكل، وان الجميع يتكلم انجليزي فراح اصير مجبور اني اتعلم انجليزي. وهذا فكره يعني صحيحه لكن خاطئه بنفس الوقت. ليش؟ لانه اذا انت جاي ما عندك اي اساس او اي اساس قوي او باك جراوند للانجليزي
كيف راح تتعلم بسرعة وبفعالية؟ للأسف الشديد ليفلات الأقل من بيجنيرة اللي هي الألفابت الأي بي سي دي والأشياء البسيطة جدا ما بدأت في المعاهد الإنجليزية في فانكوفر تحديدا وبصفة عامة إلا بعد بداية الابتعاث السعودي. يعني كثير من المعاهد تلاحظ إنه في عنده بيجنر لدرجة إنه بيجنر بالنسبة للسعوديين في بعض المراحل تكون صعبة، وهذا مو إنه السعوديين لا يجدون الإنجليزية، لا، بس المسألة كلها ما في جهد محطوط قبل ما يطلع، هو على باله إنه بيروح وما يعني كل شيء راح يجي مقدم على طبق من ذهب، وهذا فكر خاطئ تماما. وفي أكثر من طريقة تجهز، أضعف الإيمان، أضعف الإيمان مراجعة مناهج الثانوي والمتوسط اللي درسناها، يعني بس أساس إنه أقل عشان تيجي تدبر أمورك في المطار لو صار لك شيء لا سمح الله. يعني هذا التجهيز فور قرار الابتعاث جدا مهم، يعني في اكثر من طريق، طبعا دورات، معاهد، من الانترنت، خش مواقع انجليزي، حاول تقرا، مو لازم تفهم، بس حاول تجمع كلمات بحيث انك لما تروح تعرف تدبر امورك. تأهيل عن طريق خاص، يعني ما شاء الله تبارك الله احنا ممتازين في مدرسين خصوصيين في الثانوي والمتوسط، يعني غالبيه عظمى مننا عنده مدرسين خصوصيين، فيعني لو تجيب واحد اسبوع قبل السفر راح يفيدك كثير. طبعا ذكرت النقطه الاخيره اللي هي المراحل ما قبل البيجنر، للاسف ما بدات الا بعد ابتعاث السعودي. الحين ننتقل الى الجزء الاكبر من المحاضره، هي للمبتدئين في اللغه، راح اركز عليها كثير لانه هم النسبه الاكبر، يشكلون اكثر من 65% الى 75% من الطلبه الموجودين. كثير من نلاقيهم في المتوسط لا يعتبر مستوى تاهيل الجامعي ولا يعتبر ضعيف، لكن لغته average. فكرتين مهمه قبل ما ابدا، البيئه عامل جدا مهم لجميع الطلبه انه يتحسن. يعني كثير من الشباب يوصل هنا فانكوفر ما شاء الله تبارك الله يجلس شهر شهرين في هوم ستي، بعدها نتفاجئ انه انتقل في الداون تاون، انتقل مع اي شخص، مع صديقه وقريبه، يعني شخص تكون اللغه الانجليزيه له كلغه ثانيه، وهذا خطا كبير. ليش؟ لانه التعلم ما يبدا الا في مواقف الحرج. يعني كثير مننا يتعلم في اللغه ويطلع يتكلم عادي ممتاز، بس هذا انت ما قاعد تتعلم شيء جديد، هذا يسموه اسمه براكتس، مجرد ممارسه للغه اللي انت علمتها. البيئه وين دورها الفعال؟ لما تكون انت في بيئه تكون كلها انجليزي، توصل الى مرحله ما انت عارف تعبر عن نفسك، هنا انت قاعد تتعلم، هنا في افكار جديده، هنا اكتسبت كلمه جديده، هنا الان ابي اعرف هالكلمه ما عرفت شلون اقولها، تعلمت، قال لي اياها، اوكي خلاص رسخت في راسي انه هذه الكلمه كذا اقولها بالطريقه الفلانيه، ما عندك اي مشاكل. ليش؟ لانه اضطريت انك توصل لمرحله انت ما تعرف. لما تكون وعاء فاضي ما تعرف توصل المعلومه وتكتسبها، هنا يبدا التعلم. العلم الجديد يختلف عن الممارسه بالنسبه كلغه. الشيء الثاني، الفكره الثانيه اللي كثير من الشباب ياتي هنا يقول انا ما حيمشي مع سعوديين، وهذا فكره غلط. اللي ما حيمشي مع سعوديين ما راح يمشي بدونهم. ليش؟ لانه انتوا اهدافكم واضحه، انت جاي هنا للابتعاث عندك هدف واضح، انا جاي اخلص عندي سنه ونص في اللغه، بعدين بدخل الجامعه، ابي اتخرج ارجع بلدي. لكن بعض الناس جايين هنا سياحه، واحنا نقاط الضعف عندنا معروفه، يعني الغالبيه العظمى عندنا نقاط الضعف اللي هي القراءه والكتابه. فلما تمشي مع اجانب اول شيء الاهداف تختلف، ثاني شيء نقاط الضعف تختلف، فانت تبي تحسن الريدنج والرايتنج، اما اللي قدامك يبي يحاول يحسن السبيكنج والليسننج بالنسبه له، فانتم الاثنين اوكي صح انكم تتحاورون بالانجليزي بس ما في اي فايده، لانه الاهداف في اتجاه فردي واتجاه جدا مختلف. فلما العمل يعني امشي مع سعوديين بشرط واحد فقط، اذا الجميع منكم عنده هدف واضح وعارف انه بيتحسن. ليش؟ لان العمل الجماعي في نقاط الضعف انتاجيته جدا عاليه واسهل كثير. مثال اللي درسوا جامعه واللي درسوا ثانوي، ايام درسنا ايام الثانوي والجامعه كجروب كمجموعه طلبه نذاكر سوا، الانتاجيه في خلال هذه الدراسه وفرت علينا وقت كثير. ليش؟ لانه انا استفيد من هذا، انا استفيد من هذا، كلنا نتشارك نفس الهدف فنوفر وقت. بغض النظر اذا كلنا عندنا نفس الهدف لكن الجهد فردي، ما في اي فايده. فقاعده جدا مهمه، اللي ما يمشي مع سعوديين ما راح يمشي بدونهم. اهم شيء قبل ما تمشي مع سعوديين او غير سعوديين يكون هدفك واضح وانتاجيه العمل للهدف تكون واضحه ايضا، تسوي فرق جدا كبير. الحين عشان نبدا في يعني التطبيق العملي للمبتدئين في اللغه، ابيكم بس ترجعون معي شوي ابتدائي، لما درسنا ابتدائي كيف تعلمنا احنا عربي؟ القراءة والكتابة عمليتان متبادلتان، يعني ما فيها أي تعقيد. شلون؟ من يتذكر هنا قصص عمر وأسماء؟ يعني كنا في أول ابتدائي إلى ثالث ابتدائي مجرد ننسخ، ما نعرف إيش قاعدين نقرأ.
يعني بغض النظر ما كنا لا نعرف لا قواعد لا تعبير، مجرد ننسخ لثلاث سنين، النسخ هذا ولد عندنا الروتين الصحيح للكتابة. فعشان كذا لما جاء فرض علينا التعبير والقواعد في صف رابع قدرنا نعبر بطريقة صحيحة بغض النظر إذا كانت 100% سليمة ولا لا، بس قدرنا نوصل أفكارنا باللغة العربية. ليش؟ لأن ثلاث سنين ننسخ هذه اللغة، فخلاص الطريقة الصحيحة. مع أنه يعني كثير من الناس يركز مثل ما قال أخونا الكريم الجرامر، أنت شلون أنت بتركز في الجرامر وتتعلم القواعد إذا ما تعرف تعبر عن نفسك أول؟ كذا أنت عقدت نفسك زيادة. فهمت شو أقصد؟ الحين أنت إذا أنت عندك القواعد، يعني أعطتك القواعد في أول ابتدائي لكن عمرك ما كتبت قطعة تعبير لي، شلون راح تستفيد من هذه القواعد؟ ليش القواعد جت صف رابع؟ لأن أوريدي إحنا كتبنا لنا ثلاث سنين ولازم نصلح الأغلاط. فلما يكون عندنا قواعد وعندنا اللي هو المنتج اللي هو كتابتك ونصلح المنتج، هنا تكمن الفائدة. إذا ما عندك لا منتج وقاعد تصلح ما عندك منتج، كيف راح تستفيد؟ ما في أي فائدة. فالنسخ ولد عندنا الروتين الصحيح للكتابة. بعدين عندنا الفهم. الفهم ما جاء إلا في صف رابع لما تعلمنا القواعد كيف نفصل الجمل اللي هي الجرامر تأخذونها، التفصيل الجمل والفهم. بعدين التعبير. أعطيكم مثال تطبيق عملي كيف تمشي في البروسيس هذا بحيث إنه يقدر يفيدك، يعني من أقل من بيجينر إلى أعلى المستويات. روح كتاب chapters أي book store، تروح هناك تأخذ كتاب للغة، حاول يكون الكتاب ما يكون فاهم فيه كل شيء ولا أنت ما أنت فاهم فيه كل شيء. خير الأمور أوسطها، خذ كتاب تكون فاهم بعضه وما أنت فاهم بعضه، بحيث أنك لما تحاول تستفيد عندك شيء تفهمه يخليك تساعد الشيء أنت المجهول اللي ما أنت فاهمه. انسخ هذا الكتاب لمدة أسبوع، مو لازم الكتاب كامل، أجزاء من الكتب. ارجع انسخ انسخ انسخ، لا تفكر ولا في أي شيء ثاني، لا تحاول تفهم، لا تجمع بوكاب، لا تسوي ولا شيء، مجرد انسخ. كثرة النسخ راح تستوعب أنت أوكي لما بقول هذه الفكرة، لا شعوريا راح تعرف كيف توصلها، بغض النظر إذا تعرف أنت تتكلم إنجليزي ولا لا، لأنك إيش قاعد تشوف شيء قاعد تقلده لك فترة فخلاص ترسخت في المخ. بعدين بعد أسبوع من النسخ تبدأ تحاول تقرأ القطعة اللي أنت نسختها، اقرأ القصة، حاول تفهمها، جمع بوكاب، فصل الجرامر اللي فيه. الآن خلصنا النسخ وخلصنا الفهم، ننتقل القاعدة الثالثة هي التعبير. الحين لك أسبوع تنسخ القصة ولك أسبوع قاعد تقرأها تحاول تفهمها كويس. الأسبوع هذا نهايته ثاني أسبوع عبر عن القصة بأسلوبك. عبرت عن القصة، خلصت، جيب التعبير حقك وجيب القصة وقارن بين الاثنين. هنا تجي الفائدة. ليش؟ لما تقارن بين الاثنين ولقيت نفس مضمون التعبير حقك يوازي نفس مضمون القصة، أنت أنجزت العمل 100%. لكن هذا نادر يصير. ليش؟ لأنه راح تلاحظ فروقات في الكلمات، يعني في فكرة أنت وصلتها في سطرين ثلاثة الكتاب اختصرها في كلمة مع تعريف، هذا definition، هذا vocabulary، أنت تعلمت vocabulary. في جملة توصل الفكرة مضمون أنك أنت بتعبر عنها في الكتاب، أنت أخذت منك سطرين ثلاثة الكتاب وصلها في سطر، هذا grammar. في الآن أخطاء الإملائية، طريقة الكتابة، الorganization حق البحث أو حق الإساء أو حق السمري بغض النظر، طريقة تنظيم الأفكار راح تتعلمها من الكتاب. إنه أنا الفكرة حقتي أوكي عبرت عن القصة لكن مو مرتبة القصة اللي وصلتها، يعني صعب الواحد يفهم. ليش؟ لما أقرأ القصة أنا من الكتاب سهل علي أن أفهم. فهذا البروسيس جدا فعال. طبعا كيف تمشي عليه؟ في أكثر من طريقة، كل ما يعني كل بعد فترة تقدر تزيد المدة أو تزيد النسخ أو تزيد القراءة. فعشان تكتب كويس لازم تقرأ كويس، هذه قاعدة. يعني صعب إنه واحد بيتعلم سبيكينج عشان يكتب كويس، لأنه ما لها أي دخل. لأن لما أنت تخش الجامعة أو تخش محاضرة ما راح يكون في إنتراكشن مع المحاضر كثير، راح يقول لك راح يشرح لك، تقرأ السلايدات، تقرأ الشرح، تنسخه، تحاول تفهمه، قد اختبر لك عليه، ما في أي كلام. اللهم إذا كان عندك جروب بروجكت ولا برزنتيشن، هذا نادر. المرحلة الثانية الكلام والاستماع عمليتان متبادلتان. إحنا خلصنا من القراءة والكتابة، عشان تكتب كويس تقرأ كويس، عشان تتكلم كويس اسمع كويس. يعني كثير منا في لاحظنا انه هذه القاعدتين اللي بوريكم اياها الان اخطاء شائعه عند جميع السعوديين، اللي هي كثير من الشباب يخش المعهد يكون صعبه عليه اللغه مو قادر يوصل فكرته، لكن يطلع في الشارع يتكلم يقول لك ابحان لما اطلع انا اتمشى اقدر اتكلم عادي. اللي قاعد تسويه هذا انت مجرد مراجع اللي تعلمته واللي عندك، ما انت قاعد تتعلم شيء جديد. ذكرت قبل انها practicing.
الفكرة الأولى اللغة ما في الشارع. اللغة التي بتتعلمها موجودة في المعهد، لكن لازم تكون طريقة لتقبل المعلومة صحيحة. إذا أنت تأخذ تدخل المعهد تأخذ الواجب ويعتمد تحسنك كله على الواجب ما راح تتحسن، لأنه المعهد يعطيك الواجب هذا مفتاح طريقة الدراسة. الباقي 70% من تحسن اللغة يعتمد على الطالب نفسه، مجرد 30% هي الواجب. لأن أنا أوريتك في الواجب كيف تذاكر، كيف ممكن تحسن هذه المهارة، الآن اشتغل عليها. عشان كده الواجب تلاقي صفحة صفحتين، يعني صفحة صفحتين كل يوم ولا شيء بالنسبة تبي تجيب 6.5 عدد ولا 7، ولا شيء تعتبر. الترجمة مجرد لا ترجم، يعني رجاء الترجمة من اللغة العربي من عربي إنجليزي ما تنفع. ليش؟ لأنه أبسطها حنا يعني نكتب من اليمين لليسار وهم من اليسار لليمين، فلما تبي تترجم ترجم مع مراعاة فرق القواعد. يعني حنا نترجم الكلمة بكلمتها، لو أجيب لك جملة زي كذا، يعني أنا هذه صارت معي من عيوني. يعني كان موقف جدا حرج في الجامعة، يعني ما حد فهم علي وقاعد أعيدها ولا حد فهم، اضطريت إني خلاص يعني أنسى الفكرة، لأنه يعني من عيوني from my eyes doesn't make any sense. لا يكثر don't match، وش don't match؟ هذه مترجمة فورية. الترجمة فورية ما راح تمشي لأن القواعد تختلف تماما. أوكي، الكلام والاستماع عملية متفاعلة، البيئة عامل فعال مثل ما ذكرت. وبعدين الإذن عضلة تحتاج وقت للتأقلم. كيف؟ هذه قصة سريعة صارت معي شخصيا. أنا أول ما جيت فانكوفر الهومستي أعطاني منبه راديو، كنت احط الراديو على اعلى صوت بحيث يسوي لي ازعاج عشان اقوم اروح المعهد. طبعا اول ما جيت شفت الراديو كلامه سريع، ما افهم شيء، صعب علي، فعمري ما لقيت بال انه ممكن يوم من الايام افهم. 6 شهور مرت، تعرفون مرات لما تكون واحد نايم ويسمع كلام ويفهمه، يعني مثل ما يكون انت نايم بالعربي، اذا كنت نايم في بيتك في السعوديه تسمع اهلك يسولفون برا، يعني مفهوم الكلام. فكان شعور جدا غريب بالنسبه لي، نايم واسمع الراديو فاهم ايش يقول. قمت مستانس، يعني قمت مرة مبسوط، يعني ما أصلاً ما حطيتها في بالي ولا حطيتها كتحدي أنا ودي أفهمه، لكن اكتشفت إنه الإذن كانت مجرد عضلة. لما تعودت على الكلام بعد فترة قدرت أفهم، صرت خلاص أقوم أعرف الويذر كاست، أعرف إذا كان في ترافيك جام، ما عندي أي مشاكل إنه أفهم الراديو. ليش؟ لأن الإذن تعودت على السماع. والطرق جدا كثيرة، يعني عندكم أفلام، أغاني، اللي ما يسمع أغاني، في أناشيد بالإنجليزي، في محاضرات بالإنجليزي، في يعني محاضرات دينية وتوعوية بالإنجليزي موجودة في كل مكان. يعني اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله ما خلى ولا شيء. آخر قاعدة، تطبيق الاستماع في البداية. لا، ما نحتاج لنا نخترع جملنا كبداية. حاول تقدم أول شيء نفس الطريقة اللي تسمعها فيها بحيث أنه ما تخطأ كثير. إذا تمكنت من هذه المرحلة وقتها you can be creative، يعني تقدر تكون يعني خلاق في الأفكار الجديدة بالنسبة لك. لكن في البداية عشان أتعلم لغتهم لازم أصير مثلهم أول، بعدين أقدم أسلوبي أنا. الآن ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي المستوى القابل للتأهيل الجامعي. المستوى القابل للتأهيل الجامعي يعني ما يكثر فيه الكلام، لأنه ما شاء الله كمضمون تعلموا اللغة، لكن الشيء الأساسي اللي لازم يركزون عليه اللي هي التكنيكس، اللي هي التقنيات، اللي هي الأساليب اللي تخليهم تسرع من مرحلة إنه يخش الجامعة. وهذه ما تجي إلا غالباً بالممارسة. يعني كلغة أنت الآن تعلمت، أنت الآن بتكون همك أنك بس تجيب الآيلتس، هذا يعني أنك لغتك كويسة. ما تحتاج تتعلم اللغة، تحتاج تقوي من مهاراتك في اللغة. في فرق بين الاثنين، تعلم لغة وتقوية المهارات شيء ثاني. يعني كثير مننا يأخذ آيلتس بريبريشن ولا توفل بريبريشن، كثير مننا يخشها ويخش الاختبار يجيب درجة يعني متدنية. هذا ما يعني أنك فاشل، أو ما يعني أنك مستواك اللغة ضعيف أبداً. هذا يعني مجرد انه اساليبك في دخول الاختبار كانت خطا. مثال بسيط، زي الرياضيات، لو دخلت في الثانوي ثالث ثانوي وكنت فاهم المنهج مضبوط 100% لكن ما طبقت اي عملي، راح تخش تسقط في الاختبار. كان 70% من مذاكرتنا الرياضيات ثالث ثانوي تطبيق المسائل، يمسك المعادله يقعد حل حل حل، مع انك عارف تحلها مره مرتين ثلاث عشان تقدر ايش، اذا جتك على طول تكون سريع، ما تاخذ وقت معك، تكون متعود على نوعيه المسائل. ف يعني تعلم تقنيات اللغة جدا مهمة، تخلي وقت الاختبار صالح، لأن تعرفوا أكبر مشكلة في الآيلتس والتوفل اللي هي ضيق الوقت. فالآيلتس بريبريشن والتوفل بريبريشن يعني ركزوا كيف أقدر أخلي الوقت في صالحي، بغض النظر أن يتعلم اللغة في الاختبار، لأن إذا ضبطت التكنيك حتى لو أنت لغتك متدنية ممكن تعدي، زيها زي أي مادة ثانية. مجرد اختبار يحتاج تعديل، ترى مو صعب أبدا مو صعب، لكن إحنا لما نختبر همنا
شلون راح افهم؟ شلون راح اقرا؟ شلون؟ طب وش قال؟ انت مالك دخل، انت فكر كيف اعد الاختبار. طريقه تفكير جدا مختلفه. كيف اقدر اخلي وقت صالحي؟ ما فهمت، وحط لنفسك دائما باك اب بلان. ما فهمت هذه الكلمه، ما فهمت هذه الجمله، وش الطرق اللي تساعدني افهم؟ لا تفكر يعني ما فهمت خلاص انا ما اقدر اخش، لا، في اكثر من طريقه تساعد. رفع مستوى الكلمات الاكاديميه، هذه طبعا عن طريق القراءه مثل ما قلت، عشان اذا كنت في المرحله المتقدمه من اللغه لازم تقرا اكثر، لانك توقع انك تخش جامعه راح تقرا كثير، راح تقرا جدا كثير يعني. بعدين تعلم مهارات القراءه السريعه بعدة طرق، في اكثر من طريقه، في عن طريق الانترنت اللي يسموها هايلايتنج ريدنج، اللي هو في برامج تقدر تحملوها تضغطه هو يمشيك، يبدا معك مده اسبوع كل يوم يسرعك. كيف هو يسوي هايلايت الكلام وانت تتبع الهايلايت تحاول تقرا، تقدر تسوي يعني تعدل الموازنه، في اكثر من طريقه. اقرا كثير يعني ابسطها اضعف الايمان، اقرا كثير تحسن ان شاء الله. نيجي هنا للفكره الجديده اللي انا ما جت على بالي ابدا قبل الفكره الاخيره، هي تعلم مهارات تنظيم الاسي. كثير من المتقدمين في اللغه لغتهم قويه، افكاره جدا ممتازه، يعرف يوصل الفكره، لكن تنظيم الكتابه خاطئ، وهذا جدا مهم في يعني بغض النظر في الدراسات الاكاديميه في الجامعيه. التنظيم يشكل 70% من البحث او من توصيل الفكره. ليش؟ لانك انت الان لما تنظم افكارك، حط دائما لما تكتب عقليه قارئ، لا مو عقليه كاتب. لما تكتب بعقليه كاتب راح يصير فضفضه، ما يصير بحث، لانك قاعد تكتب افكار، يجي واحد ثاني يقرا، اوكي انت كاتب وانت فاهم وش قاعد تفكر، لكن انا كقارئ كيف افهم؟ فالتنظيم يشكل جزء كبير من اي بحث، اي سمري، اي اسي، اي ارتكل. لازم تنظم الافكار. طرق كثيره لتنظيم الافكار، اسهلها الاوتلاين، اللي هي قبل ما تكتب تحط بس نقاط. انا النقطه الاولى بكتب هذه كذا، الامثله اللي بعطيها عن النقطه الاولى 1-2، النقطه الثانيه راح اتكلم عنها كذا، الامثله عن النقطه الثانيه 1-2. هذه ابسط الامور، يعني ابسط انواع تنظيم الافكار، وجدا فعاله بالنسبه للجامعات. القران الكريم بالانجليزي، هذه اكتشفتها في يعني قبل 3 شهور، ان واحد من الشباب معي في الجامعه طلب مني القران بالانجليزي. ف يعني انا تقريبا سنه في اللغه، بعد ما قريت القران بالانجليزي اكتشفت اني ماني فاهم فيه ولا شيء، حسيت اني يعني ما اعرف انجليزي. اللغه اللي في القران بالانجليزي تعتبر هاي اليكويت انجلش، اليكويت انجلش اكاديميك، اللي هي تكون الرقي في اللغه الاكاديميه، وجدا فعاله، انصح كثير فيها. هذه بعض الصور اللي فيها اللغه الاكاديميه جدا عاليه بالانجليزي. وهذا والله اعلم، القاعده اللي كنت بقول لكم اياها اللي هي E plus R equals O. E الانفايرمنت البيئه، R الريسبونس رده الفعل اللي هي الجهد اللي تحطه، اوتكم اللي هي الاو اللي هي الناتج. البيئه 10% حرام تضيعوها بانك تسكن مع صاحب ولا مع سعودي، اسكن، حاول تخش في البيئه الكنديه. الار الريسبونس رده الفعل، حاول قدر المستطاع توصل ل 75% هذه او 90% عفوا. والناتج ان شاء الله بالجهد الكافي راح يصير 100%. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اذا عندكم اي سؤال تفضل. ممكن بس انبه النقطه، طبعا القران الكريم مو القران نفسه بالانجليزي، لان القران ما له الا لغه واحده اللي هي اللغه العربيه، ولكن تفسير القران الكريم وهو باللغة الإنجليزية وبجميع لغات العالم يعني. شكرا. في أي سؤال؟ سؤال. المعهد بشكل تنظيمي ما أنصح، يعني ما بغض النظر إيش المعهد تدرس فيه، يعتمد عليك أنت كيف تذاكر. أي معهد ممتاز ما له دخل. المعهد مجرد يعطيك مفاتيح التعلم يرجع لك أنت. إذا أنت راح تعتمد على المعهد إنك تمشي بالإنجليزي ما راح تمشي. أقول لك إياه، إذا ما عندك أنت الاتمت، ما عندك الرغبة إنك تتعلم بنفسك، ما راح تحسن بسهولة. لأن المعهد عندك في الكلاس 10 زيك كلهم يبون نفس الهدف، لازم أنت برا لما تطلع تذاكر. لأنك إذا تذاكر 2-3 يوميًا أيام المعهد راح تدبل 3-4 مرات لما تخش جامعة، إذا ما تذاكر يومياً. فتعود من البداية، يعني خلاص اجبر نفسك، البداية صعبة لكن في الأخير تصير عادة ترى. سؤال ثاني؟ تفضل.